سباق الخير. تخيل انك ارسلت رسالة مشروع خيري لمئة شخص عبر الواتساب، وتفاعل مع هذه الرسالة 10 اشخاص، وكل واحد فيهم ارسل حق 100، ورسالتك ظلت تنتشر تنتشر وتنتشر، وصار المشروع الخيري، وكنت انت السبب لانك انت اول واحد نشرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. المبادرة هذه لا تفوتك. هل تعلمون أن 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر؟ هو ناشر للخير، فجعل الله الخير في نصيبه. 6500 شخص معانا في فريق النشر، هم معانا في هذه المبادرة الطيبة اللي نبيك تكون ويانا فيها. حبلتنا القادمة كل يوم مشروع خيري في أعظم أيام السنة في 10 الأوائل من ذي الحجة. حياك الله ويانا في فريق النشر، ولك بإذن الله أكبر الأجر.